الفسيخ والرز المصري اللي بالشعرية بتاعكم الجميل ده، وعملت حلة بامية حلوة سخنة وفضت الحاجة في السيرفيس بتاع التقديم علشان تروح تحطه على الترابيزة عشان الولاد قربوا يجوا من المدرسة ياكلوا، وهو قاعد ماسك الموبايل بيتكلم وكان مش عارف ان هي هتخش عليه. اوكي، and طبعا هي دخلت بالرز في ايديها ورجعت تاخد السيرفيس اللي هو اللي بغطى فخار في البامية. سو هي لما اخدت البامية وراحت رايحة على الترابيزة، سمعته من عند باب الغرفة وهو بيقول لصاحبه: يا عم ما تقول حاضر، ده حتى كلمة حاضر تريح. وشوية قالت ماليش دعوة، هو بيكلم صاحبه، وراحت راجعة بعد ما حطت الرز، راحت تاني المطبخ جابت البامية وخدت حلة البامية حطتها في الطاجن وغطتها بالغطا عشان ما تبردش، ومشيت بيها. وسمعته بتقول: ما انا قدامك اهو وبقول لمراتي كل لما تقولي عايزة تعمل الباسبور وتاخد الجنسية وانا بقول لها حاضر، وبتصدقني كلمة حاضر يا حبيبي بتريح. اوه بيقول لها حاضر، وكلمة حاضر بتريح. هي سمعت كده راحت مؤخرة رجليها ومرضيتش تخش بسرعة عشان تشوف الحوار على ايه بالظبط، عليها هي ولا على حد تانية. لقيته بيتكلم عليها هي وبيقول لصاحبه انه كلمة حاضر تريح، وان انا اصلا كل شوية مراتي تقولي عايزة اعمل الباسبور والجنسية الانجليزي، وهو بيقول لها حاضر وهي بتصدقه. عند السكت يا دهوتي يا خرابي، ذهلت فقدت اعصابها ودخلت بالطاجن اللي مليان بامية سخنة باللحمة الضاني، وراحت داخلة عليه وهو قاعد ماسك التليفون، دلقت على وشه وعلى راسه حلة البامية السخنة على جسمه وعلى راسه وعلى وشه. اوف كورس هو ما اتحرقش حريقة يعني ما اتحرقش حريقة جامدة يعني يخش عليها المستشفى، بس طبعا هي الصعقة: انت بتكذب عليا، انت كل سنة اقولك نعمل الباسبورت وانت بتكذب عليا، انت كل سنة اقولك امتى هروح ابعت الباسبورت وتقولي لو سافرتي ما ينفعش تقدميه، انت بتكذب عليا علشان ما اعملش الباسبورت. قال لها: انتي اتجننتي، انتي حرقتيني. ودخل على الحمام وخد شاور ونزل وهبد الباب، لكن هي من جواتها حلفت 100 يمين انها عمرها ما هتصدق الراجل ده تانية، وقالت tomorrow بكرة الصبح هتروح على المكان اللي تشتري منه الفورمة وتعملها بنفسها وما تقولوش، لأن هي خلاص أصبحت معاها البوكيت ماني بتاعها من الشغل جوه الجيم في السويت الواكسينج يعني. So هي خلاص حست انت فهمت ان هو انسان بيسجدها، يا ترى ليه؟ عشان عارف كويس موت، ويا ريتك تكون سمعني على اللي انا سمعته دلوقتي، اعتقد ان انت سمعني، انت كنت عارف كويس جدا يا سيادة الزوج المحترم ان الزوجة خلاص بطلت تصدقك وبطلت تثق فيك بعد اللي هي سمعته بودناتها، وحربتك بالذوق منفعش، انقذتك من الموت ما تمرش، حاولت تفهمك غلطتك وانت على نفس المستوى اللي نزل لتحت قوي جدا خالص ده، ما تغيرتش.
عارف ليه؟ انا بقى هقولك ليه. لانه الست لما بتاخد الجنسية ومن غير ما انت تقولها لها، انا هقولها لها دلوقتي على الملأ على فيديو لايف، لان هي لما هتاخد الجنسية والباسبور هيكون ليها حقوق في البلد. لان هي لما هتاخد الجنسية والباسبور وانت ترميها في الشارع، البلد هتساعدها وتشيلها. لان انت لما تطردها من بيتك وهي معاها الجنسية والباسبور، الحكومة هتديها سكن وبيت ليها هي والاولاد وتعيش فيه، لان هو ده القانون وانت عارفه كويس موت. بس هي كانت مصدقك وكانت بتثق فيك، يا خسارة، ربنا كشفك، لان هي ست طيبة and ما كانتش ناوية شر. كل لما تيجي تسافر تزور اهلها تقول لها لو سافرتي السنة دي مش هتقدري تعملي الباسبور، لازم تقعدي في البلد على الاقل 2 3 سنين ما تسافريش. وهي كانت اهلها بيوحشوها عشان عايزة تترمي في حضنهم، من اللي بتشوفه معاك اصلا، من الويل اللي انت دوقته لها، من الخيانات بتاعت الحمامات البلدي اللي انت غاوي تروح تنام فيها اصلا، التواليت البلدي اللي انت غاويه اصلا، اللي جابلك المرض اصلا، اللي خلاك فعلا لازم تتعالج اصلا. وراحت الزوجة على البوست اوفيس اللي هو مكتب البريد عندنا هنا، ودفعت الثمن بتاع الفورم اللي هي الابليكيشن، وتصورت وقدمت وحطت العنوان بتاعها عشان يجي عليه الورق اللي بيقول ان انتي كده فاينالي اخدت الجنسية، عشان حلفان اليمين. ما هو احنا لازم نروح قدام المحلفين، نقف ونحلف اليمين ونقول ان ولائنا للملكة وللبلد اللي بتقوينا، اللي بتنصرنا على الاشكال اللي بتمرمط فينا. ويوم حلفان اليمين واحلف 100 يمين انها كانت مفاجأة وصعقة للزوج. ليه؟ لانه ساعتها قرا الجواب وما كانش يقدر يقطعه، لان ده اصلا بعلم الوصول. امضي قايس، لازم قايس يمضي عشان يستلم. يس بيبي يس. ومضى واستلم وسلمها، وراحت تحلف اليمين. وهي واقفة بتحلف اليمين، God bless the queen. يس. دخل عليها هو والعيال، راح استأذن من المدرسة وخد العيال من المدرسة وراح على هناك عشان يحضر السيرموني، الاحتفال بتاع المحلفين ساعة حلفان اليمين. حلو الكلام، حلو الكلام، كلام جميل. فرحت، حست بالسعادة، حست انها حققت حاجة وتحدته. كان في تحدي جواها بيقويها شوية بشوية. يس يس، اتحدته، اتحدت العملاق اللي بيضربها، اتحدت الجبار اللي بيفتري عليها، اتحدته بقوة. واقسم بالله العظيم انا لما سمعت المكالمة بتاعتها امبارح قبل ما انام، انا عورت ايدي من الغيظ وانا نايمة، خربشت ايدي، لاني مش قادرة اتخيل انه ممكن يكون في انسان بالشكل ده اصلا
بيستعبد المرأة في بلد زي دي. ونزلوا أجازة ونسيت خالص حكاية الطلقة التالتة دي، ما عاشرهاش، ما جاش جنبها كزوج وزوج، ما نامش معاها بالبلدي يعني. اوكي تمام. كان لما بيسافر بياخد معاه دايما شنطايه سامسونايت كده، يا هي تعرف ان الشنطايه دي ما بتفرقوش ابدا كل لما يسافر. وفي يوم من الايام كانوا نايمين وجرس الباب ضرب في مصر، وقامت تفتح الباب ودخلت تاني الاوضه. خرج هو من الاوضه التانيه قال لها مين؟ قالت له ده البواب جايب واحد يصلح البوتاجاز، اصل الفرن مش مظبوط. قال لها البوتاجاز؟ يا نهار اسود. دخل كان خارج بالبوكسر، خد البنطلون ونط فيه وراح على البوتاجاز، فتح الفرن، طلع الشنطة من قلب الفرن. يا خرابي يا دهوتي، انت مخبي الشنطة جوه البوتاجاز في الفرن ليه؟ قالت لي يا ابي اصل الشنطة دي اصلا بتبقى فيها كل فلوسه اللي بيمشي بيها من بلد لبلد، دولارات واسترليني، حطيتها مخبيها في الفرن، وبعد كده خدها من الفرن دخل الأوضة وسك الباب من جوه بالمفتاح في بيت أهلها. وخفاها، خفى الشنطة، ندفيناها يا اختي ريا، دفن الشنطة. وقضوا الأجازة وما حكيتش حاجة لأهلها عشان ما حدش يشمت فيها، لأنه هيقولوا لها أنت اللي اخترتيه، ما حدش جابهولك، أنت اللي اخترتيه. لحد لما جه ابن عمها يسلم عليها ويزورها. أوبا، كانت حلم حياته، كان نفسه يتجوزها بس ما تمتش الجوازة. سألها سؤال ارتبكت في الإجابة، قال لها ضمن المشاكل اللي بتحصل، سمعت ان في مشاكل بتحصل عندك هناك، يا ترى اتطلقتي كم مرة؟ سرحت. قالت له مش فاكرة. قال لها ازاي؟ انا فاكر كان في كذا 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 كذا، وابوكي وامك قالوا كذا، واخواتك الاربعة الرجالة كانوا عاملين اجتماع اصلا عشان الموضوع ده. طب هل يا ترى هو كان يعنيها لما جه وقالها لك كان مفكر فيها؟ رجعت لورا وقالت له معرفش. قال لها طب بصي يا بنت الناس، انا بما اني ابن عمك مش عايز اقولك حاجة وتطلع غلط، انت لازم تقولي له انك رايحة تزوري بنت خالتك وهقابلك بره، وتروحي دار الافتة تسألي، واللي يقولولك عليه انت تنفذي. اوه ماي جاد، هروح دار الإفتة من غير ما أقول له يا دي المصيبة، ده لو عرف يبهدليني. أبدا، لازم قبل ما ترجعي إنجلترا تروحي دار الإفتة وتشوفي إيه المغزى ورا الموضوع ده عشان تعرفين راسك من رجلك قبل ما ترجعين لإنجلترا. وراحت وكذبت عليك، كذبت عليك آه، وراحت والشيوخ عملوا اجتماع هناك وسألوها على الأحداث. ولما راحت يا حلو كانت واخدة معاها اخواتها الأربعة،
غير ابن عمها. وأثناء القعدة دي كل واحد فيهم افتكر أحداث طلقة من الطلقات على مدار الزواج ده، من ساعة البداية إلى ساعة ما شافوها. عارفين حسبوها وطلعت كام طلقة؟ العب يلا وتعالى هنا عند المهزلة، جاتلك البيك حمول سن قد كده، ياه اللي هتضربك الطوبة في دماغك دلوقتي، يا اللي قاعد تتفرج عليا عشان عرفت ان دي قصتك. ها، طلقتها 14 طلقة في خلال 10 سنين زواجي يا مفتري، ومحتفظ بيها ومن البداية بتأذيها وكل شوية تزل فيها ومش عايز تيجي جنبها بالسنتين، وهجرها وبتبات بره. يس، يا ترى انهي واحدة فيهم بقى في العدد الكبير ده كنت مفكر قبل ما تنطقها يا حيل؟ كل الطلقات اللي انت رميتها الخلاصة اللي اهلها واخواتها وابن عمها وكل واحد بيقول لا انا فاكر يوم ما راحت السوق ورجعت من السوق متأخرة، مسكها من شعرها وضربها وقال لها انت طالق طالق، لا 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 لما اتقبض عليه، ايوه، ورجع من السجن وقال لها انت طالق طالق، ايوه، لا يا ماما نو افتكري، لحد لما جمعوا عدد الطلقات اتحلت اللغز دلوقتي انك ما بتجيش جنبها لانك عارف انها محرمة عليك يا ظالم، انك ما بتنام في اوضة عند هي في اوضة انت عارف انها متحرمة عليك اصلا، انت عارف ان انت بتستغلها عشان تربي العيال وبس، زي ما كل الجيران والاصحاب قالوا لها خلي بالك وهي تقول لا دول بيحاولوا يخربون بيتي. نو يا ابن الاصول، يلي عندك ضمير معيشها عندك في البيت وانت عارف انها محرمة عليك، بتشوفها وهي صاحية من النوم بالبيجاما وهي داخلة الحمام وهي خارجة من الحمام، يا واطي يا قليل الأصل يا واطي، بتستغل الست وصحتها وشبابها وعمرها عشان تربي لك ولد وبنت، ما هي كانت ممكن تربيهم بعيد عنك بأدب عند احترام، طلعت الولد عنيف زيك شرب منك العنف لحد لما هي احتضنته واخد جايزة احسن رسام في انجلترا لما قعدت جنبه في المدرسة 4 سنين، وانت كل شغلك الشاغل انك تخرج وتسهر وتنام بره وتعيش حياتك وهي قاعدة مكانك محلك سر. فين العدل؟ فين التربية؟ فين الاصل يا قليل الاصل؟ وانا عارفة كويس قوي انك بتشوفني وبتشوف الحلقات لحد امبارح، لو في حاجة جوه البنطلون زي باقي الرجالة كده اطلع وانطق، اطلع وقول وعارض. خليتها أصبحت تشك في كل حاجة
أصبحت تشك في أي حاجة أنت بتقولها، مبقتش قادرة تصدقك أصلا، خليتها بقت عايشة في خوف عند رعب. أنا بنصحك دلوقتي وبقولك لأ، اجمدي فوقي، الست هنا لازم تبقى قوية، محدش يقدر يكسرها طالما ما بيصرفش عليكي جنيه. ولو خدتي قرار أي يوم هتلاقيني في ظهرك راجل وست، والحكومة هتساعدك، ومن حقك كمان انك ترجعي بلدك من غير اذن منه، لانك معاكي الباسبور الانجليزي يا امي. وعرفك على المحاميين الكبار التقيله اللي خلوني فعلا وانا قاعده هنا خلعته، بيلعبوها صح قوي على فكره. ماني توك بولشيت ووك. عايزة تخلصي؟ عايزة تتحرري فعلا؟ عايزة تحسي انك عايشة؟ عايزة تضحكي؟ عايزة تتنططي؟ عايزة تطبخي؟ عايزة تنامي؟ عايزة تعملي اي حاجة؟ You are free woman to do whatever you want. حلال الله؟ بخ، هو مش حلال ناو، وقعدتك معاه في البيت حرام ناو. ولو هو اصلا كان بيعمل فيكي كل الحاجات ده هيا، وانت كنت بتحاولي تحميه من ان هو اصلا يتسجن مرة عند اتنين عند تلاتة، وربنا هو اللي بيخليه يتسجن، انت جيت في مرة دخلت عليها يس واستفزتها، وانت كنت مرتب اصلا قبل ما تطلع تتكلم معاها وتفتح باب البيت انك ناوي تبروزها في مصيبة، والمصيبة اللي انت كنت ناوي تبروزها فيها كنت بتتكلم فيها وناس سمعوك، ولما طلعت وقلت لها انت لازم تمشي وتسيبي البيت فيس تو فيس ووجها لوجه، قالت لك روح منك لله يا واطي بصريخ، جريت وراك في الشارع وانت ماشي في الشارع قدامها فاتح السبيكر وطالب 999 للبوليس، وبتقول لهم مراتي مش قادرة اتحكم فيها فقدت اعصابها يا واطي، وواحدة من الجيران سمعتك وانت بتعمل المكيدة دي ومسكت مراتك في الشارع وقالت لها اهدي ده عملك مصيدة، كنت خلاص قررت ان انت ترميها فعلا للأبد. اي نوع من الرجالة انت؟ يخرب بيتك، ده انا بحس احيانا بعد لما بحكي الحاجة اللي انا سمعتها معدتي كده من جوه بتتقطع من المغص. ياس، اش حال هي اللي كانت عايشة في الموقعة دي اصلا؟ ده ولا موقعة قايتباي يا اخي، كانت الكوبة تاخدك. انت انسان فعلا بجد ما ينفعش حتى فيك الكلام اصلا، ما ينفع. بصي يا حبيبتي باختصار كده انا عايزه اقولك على حاجه، النوع ده تاخديه ياه على اخوانا، انت تديله على قفاه، هو ده النوع ده كده، النوع ده لا تشاور ولا تحاور ولا تهديد ولا حاجه خالص، النوع ده زي ما عملتي كده الباسبور والجنسيه وحلفتي اليمين ومسكتي باسبورك كده هون في ايدك وقويتي وفاجئتيه، تقدري تعملي المفاجآت اللي جاية.
باختصار كده بصراحة يعني، أنا شايفاك ضعيفة موت، سلبية موت، اقوي. ايه اللي مخليك حب؟ ايه هو؟ فين الحب؟ هو فين؟ اي نوع من الحب ده؟ ولا في حتى رومانسية ولا وسيم ولا شكله عدل، وبالنسبة لك عامل زي ميدالية المفاتيح جنبك يا اختي. حب ايه؟ بتحبي فيه ايه؟ مهنيكي؟ ممتعك؟ شايلك من على الارض الشيل؟ بيطبطب عليكي؟ بيبوس ايديكي لما بتطبخي له اكله؟ لما بتطلبي منه حاجه بيقولك من عيوني؟ ده ذلك ب50 جنيه في الشهر. ده لو كان اصلا انت ادركتي انك متحرمه عليه ومشيتي كان دفع دم قلبه. ناني 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 للعيال يا امي ناني. انت كنت ناني لولادك ب50 جنيه في الشهر، ولما خرجتي وعملتيهم في ساعه ما كنتيش مصدقه روحك. جاتلك فرصه الخيانه ليه وما خنتهوش. ما يستاهلكيش. رأيي ما يستاهلكيش. ما بحرضكيش على خراب بيتك لان هو اوريدي كده كده مخروب يا امي، اقسم بالله مخروب خرابه بالالوان الطبيعيه، مخروب خراب خراب. يس يس، انت في حرب مع حاجه يتمردك ويجيبلك مرض. ولعلمك حتى لو عيتي مش هيشيلك، هيرميكي برضو. هو ما طردكيش من بيته ومن حياته وتلككلك ونزلتي تلفي في الشوارع عشان حد من اصحابه يفتح لك باب بيته ينيمك فيه، وكنتي خايفة طول الليل لحد يجي يغزك بسكين عشان ياخد منك البلطو في عز البرد اللي انتي لابساه؟ ما صعبتيش عليه؟ نو. اما وقفتي قدامه وقلتي له اديني حق التذكره امشي واروح لاهلي وهسيب لك الدنيا، قالك معايش؟ لما قلتي له طلقني قالك مش هطلقك وهسيبك زي البيت الواقف عشان ما تعرفيش تتجوزي تاني؟ بتحبي فيه ايه ده بقى؟ اذا كنت انا واحدة متعسفة اند متمردة اند بقول الحقيقة، الناس اللي قاعدين ايا كان العدد، انا مش شايفة لا عدد ولا زفت ولا اي كومنت ولا نيلة، الناس اللي موجودين يكتبوا. تخرج وتتوكل على الله وما تخافش، اي شيء بيقوله لك تهديد هو ما يقدرش يعمله اصلا، لانك انت حاليا في حمى السفارة الانجليزية، وانت عارفة شغلتي انا اصلا ايه في مصر. قولي يس وهتلاقيني في ظهرك، قولي نو يا ابي مش قادرة ابعد عنه، يبقى انت واحدة اتعودتي على انك تستعبدي. انا لسه اصلا ما قلتش باقي الحاجات اللي سمعتها ولا اللي كتبها اصلا في الورق عندي، واشوف اصحابي ان شاء الله باذن الله في حلقة تانية عشان اعرف قرارها هيبقى ايه.
يا ترى هتفكر كويس؟ يا ترى في حد يعرفها عندي؟ يا ترى في حد شافها قبل كده؟ يا ترى حد سمع المشكلة دي من حد قبل كده؟ أتمنى لو في حد سمع الموضوع مثلا شافه يكتب رأيه. احنا هنا فاميلي وعيلة واحدة، وانا واخدة اجازة من المطبخ شوية عشان اتفرج على حلمبوحات الحرامية. يس اللي بيسرقوا مني طريقة مزيل العرق والمخمرية عشان اعرف قرارها هيبقى ايه. في صوت اهو عشان محدش يطلع يقول لي في الصوت. نعم في صوت. all right. زينبو زينبو بتقول ربنا ينور بصرتها، تروح السفارة وترجع. هي مش محتاجة السفارة حبيبتي، أنا أصلا في السفارة، أنا أصلا شغلتي في مصر السفارة، مكيش دعوة بالسفارة، أنا هتصرف مع السفارة. هي مش محتاجة ولا السفارة ولا محتاجة القنصلية، هي محتاجة تاخد القرار الصح وأنا هثبتها في المكان الصح. روز هاني، واو قمة الشياكة شياكة. ربنا يخليكوا يا رب. والله العظيم انا ما خرجتش، انا رجلي فعلا ورمة، ركبتي ورمة جدا، ولو تلاحظوا ان انا قاعدة ساندة بايدي، انا ما شفتش الشارع وركبتي ورمة فعلا، ورمت من الوقفة عليها عشان الصفحة اللي فتحها سبيل، اللي بتتنهب وتتسرق منكو أصلا يا أصحاب الصفحة. فعلا الصوت بيقطع كتير. لا حضرتك ارجعي وخرجي وادخلي حياة أمي، أنا أصلا وحياة أمي وحياة أمي الصوت أهو. فعلا الصوت بيقطع كتير. لا حضرتك ارجعي وخرجي وادخلي حياة أمي، أنا أصلا وحياة أمي وحياة أمي الصوت أهو. دي انا، That's me. Yes. حس ان الصوت بيروح تروحي خارجه وراجعه تاني، فاتت كلمه هتستنتجيها، عندك مشكله في الواي فاي والانترنت اقفلي خالص وبرجعي اتفرجي من الاول وجديد. اوكي سيلفيا، اهلا يا سيلفيا، بتقول اتطلقي وسيبيه وربي ولادك بعيد عنه، على الأقل يطلعوا أسوياء وهتنجي بحياتك وحياة أولادك. ده رأي واحدة اسمها سيلفيا. نقرأ الباقي. والله ورمة، والله ركبتي ورمة كلها وحياة ولادي، ركبتي ورمة فعلا لأن ضغطت عليها، أنا ما كانش المفروض أضغط عليها بس أنا ضغطت عليها، وقفت عليها كتير كذا يوم ورا بعض، يعني 9 شهور واقفة في المطبخ بعمل لكم في كل حاجة محتاجينها، ده لازم يكون الأعراض الجانبية بتاعتها. anyway ربنا يجعله في ميزان حسناتك. والله دخلت 3 مرات برضو بيقطع. معلش معلش معلش، اصل في شوية ناس رعاعة اصلا بيحاولوا يوقفوا لي الصفحة، لكن انا صفحتي ما بتقفش الحمد لله شغالة، يعني زي ما انتوا شايفيني كده وشايفاكوا، يعني في عندهم كده شرم، واحد شرم كده مدلدل منهم عند بياكلهم مني. ياه او ماي جاد، كرامتك اغلى من الحب. لا هي واضح الموضوع ما بقاش كرامة. سمعتي عن سم النحل يا أبي؟ لدغة النحل في الركبتين هيشفوكي. آه لا يا شيخ، يس يا مي، نحل ايه في بلد الضباب هنا؟ يعني نروح للنحلة اقول لها تعالي قرصيني، وحياة النبي تيجي تقرصيني واديها كمان ركبت، ان شاء الله عنها ما خفت. لا اطلع الفولتري، مش انا لقيت فولترين جايباه من مصر. او ماي جاد يس بيبي يس، تاريخ الصلاحيه بتاعته خلص. يس
لكن شغله وضيع لي الوجع. تحيا جمهورية مصر العربية. الله يشفيكي ويعافيكي. والله انا عايشة ببركة دعاءك ليا وحياة ولادي ودعاء امي كمان. and اتمنى ان شاء الله باذن الله يعني عدي عليا كده الاسبوعين اللي جايين دول ان شاء الله، وفي مني مفاجأة حلوة باذن الله ليكم. سلامتك الف سلامة. طيب انا عايزة اعرف رأي الناس قبل ما اقفل عشان اسمعها لو هي دخلت او هي خرجت. يعني مطلقة 14 مرة شلون يعني تتطلق كمان؟ لا حضرتك تتطلق رسمي بقى ورق، ما هو كل ده اصلا بق 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 ايه يعني ايه يعني طالق 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 على مدار بقى 10 سنين كل شوية طالق طالق، انتي طالق طالق طالق، يضربها يتسجن طالق طالق طالق، يخرج من السجن قدام اصحابه ولا صاحبه يقول لها طالق طالق. القعدة كانت عبارة عن اثباتات وتسكير وتفكير الزوجة بعدد الطلقات. كل واحد في الاسرة افتكر حكاية وحكاها وكتبوا في الورقة عدد المشاكل اللي حصلت مع عدد الطلقات، طلعوا 14 طلقة. ومن هنا حصل التوازن في الكلام. دلوقتي افهم يا ترى ليه كان مصمم ان هو ينام في أوضة وهي في أوضة، ويبات بره وما يسألش فيها كست مع انها جميلة، وي 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 والاحداث اللي حصلت في الاجزاء اللي فاتت. دلوقتي it makes sense، لان هو عارف ان هي اتحرمت عليه خلاص، لكن استغلها واستغل صحتها واستغل شبابها انها تفضل قاعدة في كنفه في بيته تربي ولاده ببلاش، وغلط في الكلام وقال الجملة دهيا لأخته. وأخته قالتها لها وما كانتش مصدقة أخته لما قالتها لها. الموضوع فيه تشابك في حاجات كتيرة لسه ما حكيتهاش والله، بس أخد منها الإذن أقول ولا استنى. لو قالت لي قولي يا أبي أنا هتلاقوني بنط عفريت العلبة من العلبة وطلع ينط ويقول الحقيقة التانية. لو قالت لي خلاص يا أبي أنا كده فهمت ورأيكم دلوقتي بينكتب وهي هتقراه، هي صاحبة الشأن مش أنا، مش أنا، أنا واحدة حرة طليقة مجنونة يا أمي، أنا واحدة بميت راجل يا أمي، أنا واحدة قلبي جامد يا أمي، أنا واحدة مش شحاتة يا أمي، أنا واحدة عارفة كويس أوي بعمل إيه يا أمي. فأنتي كمان لازم تعرفي أنتي عايزة إيه، وما تقارنيش نفسك لا بحالتي ولا بحالة غيري. فكري كويس قوي انه قبل ان انت تفضلي نايمة في بيته، ها قبل وانت متحرمة عليه. كنت فاكرة انك بتتحرري لما قلعتي الاشارب ونزلتي بشعرك، كنت حاسة بسعادة، كنت فاكرة انك هتغذيه لما تلبسي وتخرجي كل يوم وما سألش انت بتجيبي حتى هدومك دي منين وفلوسها منين، مع انك اصلا ابتديتي تلبسي كويس وتجيبي هدوم وحاجات. نسيتي انه اهتم قوي لما انت قلتي له انا جبت حاجات للولاد بالفلوس اللي انت اديتها لي،
قالك ايه؟ قالك انت بتقربي من عيالي على حسابي من فلوسي، يعني معناها ايه؟ عايز يحرمك من العيال، مش عايزك تقربين من العيال. حبيبتي انت كنت عايشة مع انسان بلا اصل، ويارب يكون سامعني، بلا اصل، انت بلا اصل، وهي لما صرخت فيك وقالت لك يا واطي يا قليل الاصل يا واطي، وانت كنت بتسجل لها وفتح التليفون ومجهز 999 وطالب البوليس علشان البوليس يسمعها وهي بتصرخ وهي اصلا بتتبروز، وجارتها قالت لها اسكتي ده مبروزك، وكان بيتكلم مع البوليس قبل ما يطلع لك اصلا، وانا سمعته من الشباك. انت عارفة المرة الجاية ممكن يعمل فيكي ايه؟ يا عشان انت فضحتيه وطلعتي الحكاية دلوقتي على الميديا، ممكن يلبسك اي مصيبة، ممكن يحطلك فجأة مثلا حاجة في شنطتك ويبلغ عنك، ما استبعدهاش. ممكن تلاقي نفسك اتقبض عليكي في حاجة انت ملكيش دخل فيها اصلا، وساعتها هو الحضانة بتاعت العيال هتبقى معاه مش معاكي. احذري، بي كارفول، بي وير، خلي بالك، انتي كنت عايشة مع ثعلب، ولما ابتديتي تعرفي ان هو ثعلب عند هيعضك ابتديتي تصحي، ودي علامة بتقول حتى لو ما خدتيش القرار السنة دي او الشهر ده أو بكرة هتاخديه، ولو حتى بعد 3 سنين 5 سنين 10 سنين، عارفة ليه؟ لأنه هيفاجئك بحاجة أوسخ من كده. يس، وأتمنى أني ما كنتش تقيلة على قلبكم، ورأيكم يهمها ويهمني وجهة نظركم. صح، ممكن، ده اكيد 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 ممكن يعمل معاها فعلا حركة وطيانة، اكيد 100% yes، لانه اللي يمسك التليفون ويتفق مع البوليس ويشتكي قبل المشكلة ما تحصل حفظها، هو عارف الرياكشن بتاعها ورد الفعل بتاعها لما هو هيقول لها امشي، هو عارف الوان تو، he's planning، he insists، هو عارف رد فعلها حافظها، وبالتالي قال للبوليس بتصرخ لي وهي ما كانتش حتى اساسا اتكلم معاها لسه ولا كان دخل الشقه. فاللي زي ده يا حبيبتي، لو انت مسافره واخده شنطتك وهو عارف انك مسافره بكره، شنطتك دي تنامي عليها. عارفة يعني ايه تنامي عليها؟ شنطتك دي ممكن يتحط فيها اي شيء. اوه ماي جاد، زي ما علموني انا يا حبيبتي، ما انا تربيت اوروبا برضو، وبعدين انا كنت بسافر بلاد العالم كلها اصلا، لان اير هوستس ان اكس اير هوستس جايز اساسي. شنطتي تتنضف جوه وبره فاضية قبل ما امسكها احط فيها حاجتي اصلا، وحاجتي تتنطر كده في الجيوب وتتطبق عشان اتأكد ان مفيش حاجة في بطانة الهدوم بتاعتي عشان في خزوقات. يس يس بيبي يس، لان ده ممكن يبوظ لي الكارير بتاعي كله. تحذير، خديه وفكري فيه. عايز تعملي 1 2 زبط، تقفلي سوسته، اوعك تقولي
ناوية تعملي واحد اتنين. أيا كان القرار، أيا كان القرار، انتي دلوقتي محتضنة الموقف والحل في ايدك. اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري او فوق دفاتر اشعاري. اختاري الحب او اللا حب، فجبن الا تختاري. فغريبة انت يا امرأة تتسلي من خلف ستاري. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. ده نزار قباني، اصلا انا كنت بحب اقرا له زمان. ياس افهميها ووزنيها وما ترديش عليا النهارده. take a day off مني عشان انا امبارح عورت ايدي خلاص من الغيظ. يعني عرفيني after tomorrow بس يكون بدري، يوم الاثنين يكون الصبح عشان ألحق الناس بتوعي أوضبهم لك. تمام؟ تصبحون على ألف خير يا أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم ليا، ومتشكرة خالص على المتابعة، وأتمنى كلكم تكونوا كويسين. و have a lovely beautiful weekend.